أنا معكم أخوتي، سلام الرب يسوع بقلوبكم، مش الآب والابن والروح القدس، آمين. اليوم عيد القديس كبريانوس والقديس يوستينا، ودايرهم المشهور بكفيفان عنا بلبنان، وكيف ما بنحبهم كتير كمان. وكان عنا الطباوي الأخ إصطفان موجود جسمانه بهذا الدار وعاش بهذا الدار، وأبونا نعمة الله الحرديني اللي كمان عاش بهالدار واللي موجود كمان جسمانه بهالدار. ولدوا بأنطاكيا، بس المفارقة الغريبة انه كانت يوستينا مسيحية بالصميم ماشية على درب القداسة، بينما كبريانوس كان انسان ساحر، ولد وثنة، عاش وثنة، وكان كتير متعصب للوثنية وللتعبد للآلهة الغريبة والشيطان، وكان كتير يمارس السحر الأسود. أحد أصدقائه للقديس كبريانوس تعرف على يوستينا وحب إنه يتجوزها، فقالت له أنا مخطوبة للمسيح. حاول كتير، هو كان كتير إنسان مليونير معه كتير مصاري، حاول بشتى الوسائل إنما ما في مجال أبدا. راح لعنده وقال له قديش بدي أعطيك مصاري يا كبريانوس، طلب اللي بدك إياه بس جيب لي إياها لعندي طائعة. بلش كبريانوس يحضر بهالأرواح ويحضر بهالسحر، وهيك ما كانت تزبط معه، وصار حتى السحر يعجز عن امر انه احضار يوستينا لعنده. اخر شيء بيقول له هيدا الغني، شوف اذا ما رح تقدر انت خليها تجي لعندي، ساعتها انا بروح بعبد الاله تبعها، هي اقوى منك. بيخوت هون كبريانوس بيقول لا لا، خليني اعطيني بعد مهله. بيعرف هالشيء هيدا الشيطان، وبيجي الشيطان بشكله ليوستينا حتى ما يصير مؤمن هذا الشاب الغني وروح لعند المسيح. بيجي لعنده على البيت، بفوت على اوضته بالليل، بيطلع اجت لعندي يوستينا. هيدا انت مجرد ما قال يوستينا تبخر الشيطان واختفى. فقال هذا الانسان الغني، قال حتى اسمه بخوف الشياطين. وفعلا راح وامن، وراح عند الكاهن واخذته يوستينا، تعمد وامن. قصة كبريانوس هلا لما عرف بكل شيء صار، قال انا عندي كل هالكتب، كل هالعلم هيدا، وكل هالمعابد اللي انا بعرفها واللي مأسسها، وعنده جمعية كتير كبيرة، انا بدها تهزمني هي؟ بدي اشوف فين هالاله. بيروح لعندها، عارفين عن المسيح، اعطينا الانجيل اللي عندكم، شو عندكم، كيف تقروا انتم؟ وفعلا بعد ما قال الانجيل، بعد ما تعرف على الاسقف هونيك، وبعد ما تعرف اكثر عليه وصار تعرفوا على المسيح، ويوم بعد يوم بيامن القديس كبريانوس. ومش بس بيامن، بيحرق كل مكتبته، بيحرق كل الكتب الوثنيه، وبيكفر بالشيطان، وبيتعمد، وبيصير من اهم المبشرين بانطاكيا، بيصير من اهم المبشرين، لدرجه عده مرات الوالي بيقول له اذا ما بتوقفوا عن التبشير رح تحولوا لي المدينه كلياتها لمسيحيه، اذا ما بتوقفوا بدي اعدمكم. وفعلا ما بيوقف، وهي كانت على طول تمرق وتمشي معه وتبشر. عمل هو اياها عده اديره، صارت رئيسه على رهبات، عملت رهبنه، وهو راح وكمل وصار اسقف، كمشن الوالي وبعتهم لعند الملك وقطعوا لهم راسهم بسنه 304، وعيدهم ب 2 تشرين الأول. إن شاء الله بينعاد عليكم بركة القديسين الأحبة معكم إلى